أسعد الله مساكم بكل خير، تجدد لكم الترحيب والتحية من أرضية هذا الميدان، ميدان المصير، وينطلق الشوط السادس ضمن أشواط الإنتاج. وهنا نعم شوط مفتوح للزمول، وهو الشوط السادس من أشواط الزمول. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. الصدارة والمقدمة والانطلاق الأول مع مبلش لناصر بن محمد بن ناصر المري، ينطلق مع مبلش على الصدارة وعلى المقدمة. بينما المركز الثاني وثاني التحديات شعار بن حفيظ، يقدم لنا الذيب عبد الله بن ناصر بن حفيظ. الحفيظ المري يقدم لنا الذيب مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث وثالث التحديات أرى الوصول والقدوم من قبل انطلاق وتحدي الشارد لسعيد بن عبيد بن قطيان. المري يقدم لنا الشارد مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع ورابع التحديات شعار بن العاض على ما يبدو لي نعم ينطلق مع الذيب حسين بن محمد بن جابر. العاض المري يقدم لنا انطلاقة وتحدي الذيب مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس وخامس التحديات أرى الوصول والقدوم من الفايز لعلي بن دلهم بن ناصر. الهاجري يقدم الفائز مع المركز الخامس، حصل دخول وتسلل من شاهين. حمد بن سرحان بن حمد بن محمد الدرعي يقدم لنا شاهين مع المركز الخامس. ها هي الخمس المراكز الأولى سردناها على مسامعكم أيها المستمعين الأعزاء، ونعود بحضراتكم إلى الصدارة وإلى المقدمة لنعود مع الذيب. أو هنا مبلش نعم ناصر بن محمد بن ناصر المري ينطلق مع مبلش مع الصدارة ومع المقدمة، ينطلق بآمال وطموحات هذا الشعار. المركز الثاني عندك يا بن قطيان، يتقدم هنا الشارد لسعيد بن عبيد بن قطيان المري، يقدم لنا الشارد مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث على الوصول من الذيب لعبد الله بن ناصر بن حفيظ. الحفيظ المري يقدم لنا الذيب مع المركز الرابع والثالث، نعم رابع المراكز، رابع المراكز ورابع التحديات. يتقدم ايضا الذيب لحسين بن محمد بن جابر العاض المري، يقدم الاندفاع وتحدي الذيب مع المركز الرابع، خامس المراكز وخامس التحديات. يعود الهاجري مع الفايز لعلي بن دلهم بن ناصر بن علي الهاجري، يقدم الاندفاع الفايز مع خامس المراكز. الخمس المراكز الاولى كما هي ولا يتغير أي جديد غير التحول والتبدل في المراكز، ولكن نعود إلى بن قطيان. بن قطيان يتسلل ويندفع مع الشارد، الشارد سعيد بن عبيد بن قطيان المري يقدم لنا الشارد بهذا الاندفاع الممتاز، بهذا الانطلاق الممتاز، بهذا الاندفاع الممتاز اللي يقدم هنا الشارد مع الصدارة ومع المقدمة. ثاني المراكز مبلش لناصر بن محمد بن ناصر المري مع مبلش، يتمسك بمركز الوصافة، ينطلق مع المركز الثاني. المركز الثالث الذيب عبد الله بن ناصر بن حفيظ. الحفيظ المري يقدم الاندفاع الذيب مع المركز الثالث، رابع المراكز الذيب حسين بن محمد بن جابر. العاض البري يقدم لنا اندفاعة الذيب مع المركز الرابع، ركز يا ابو محمد ركز، خامس المراكز ارى التسلل والاندفاع والانطلاق من نايف لسالم بن راشد بن سالم بن محمد بن مسعود المري، يقدم لنا نايف مع رابع المراكز، خامس المراكز وخامس التحديات بديع سعد بن عبد الله بن سعد بن مبارك السويدي، يقدم
يقدم لنا بديع مع المركز الخامس. ها هي الخمس المراكز الأولى أيها المستمعين الأعزاء، أيها المتابعين، نعود بحضراتكم إلى الشارد، الشارد الذي مع الصدارة، الذي اندفع اندفاع ذاتي، تحرك تلقائي مع الصدارة ومع المقدمة، مع هذا الانطلاق الممتاز، سعيد بن عبيد بن قطيان المري يقدم لنا اندفاع وتحدي الشارد مع الصدارة، يتراجع قليلا مبلش إلى المركز الثاني. ناصر بن محمد بن ناصر المري يقدم لنا مبلش مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث ثالث المراكز أرى الوصول والقدوم والاندفاع من قبل شعار بن حفيظ، يقدم لنا الذيب عبد الله بن ناصر بن حفيظ آل حفيظ المري، يتقدم مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع ورابع التحديات أرى القدوم والوصول من شاهين لحمد بن سرحان بن حمد بن محمد الدرعي، يقدم لنا شاهين مع المستوى الرابع، خامس المراكز شاهين لعبد الله بن حمد بن فرج النابت المري، يقدم لنا اندفاع شاهين مع المركز الخامس، وكذلك هي الخمس المراكز الأولى. لنعود بحضراتكم إلى الصدارة وإلى المقدمة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، لنعود مع الشارد، الشارد مع المقدمة، الشارد مع الصدارة، يقدم لنا الشارد سعيد بن عبيد بن قطيان المري، يقدم لنا اندفاع وتحدي الشارد نعم مع الصدارة ومع المقدمة. ثاني المراكز مبلش ناصر بن محمد بن ناصر يحسم الموقف، الذيب لعبد الله بن ناصر بن حفيظ آل حفيظ المري المركز الثاني، مسعود بن جابر بن مسعود المري المركز الثالث، وصل شاهين لعبد الله بن حمد بن فرج النابت المري المركز الرابع. تهانينا والف مبروك لمالك الذيب الذي قدم اداء يشكر عليه عبد الله بن ناصر بن حفيظ الحفيظ المري التوقيت الزمني الذي حصل عليه الذيب وكان حاضرا مع 6 كيلومترات 9 دقائق 58 ثانيه و55 جزء من الثانيه. تهانينا والف مبروك لعبد الله بن ناصر بن حفيظ الحفيظ المري.